الأخوان، ماذا أفتتح الصور؟ ماذا أفتتح بالصور؟ وهذا وقفت عليه شخصيا في مغسلته. أترون هذا يده مربوطة بهذا الكيس البلاستيك؟ ليش؟ لأنهم لم يجدوا ما يربطون به يده عندما وجدوه. يا أخوان، ترى لا تعتقدوا أن هذا الشاب محروق، ونظرا لعدم معرفة وجهي انظروا إلى هذا السواد، وانظروا إلى يدي اليمنى، انظروا إلى يده اليمنى، إنها لم يتغير لونها، فقط سواد أحضروه لنا كما تشاهدون في هذه النقالة، نقالة نقل الموتى، والدم بغزارة ينزل من تحت الكفن. فاعتقدنا أن قبل ما نفتح عليه الكفن اعتقدنا أن هذا الميت يعني في حادثة، وأنه مقطع تقطيع، لكن عندما كشفنا لم نجد أي نقطة دم تخرج من جسدي، أو جرح، قصدي جرح في جسدي كاملا، إنما كان الدم لو ركزت ووضحت وكبرت الصورة كان يخرج من أنفه ومن فمه ومن عينه كما تشاهدون، وينزل على رقبته عند أذنه اليمنى، ثم ينزل على تحت كتفيه على الكفن حتى وصولا إلى أسفل قدميه. هذا لا نزكيه ولا نحكم عليه، لكن ماذا قال عز وجل في كتابه الكريم؟ يوم تبيض وجوه ويوم تسود وجوه. هذه الصورة لأول مرة تنشر في أي لقاء، وخصيت بها وأخص بها غرفة ساعة وساعة، لم تنشر في أي لقاء بتاتا، لأنها كانت من الصور النادرة، وهي حالة قريبة ليست بعيدة، لم يعدي عليها 7 أشهر. وقمت أنا واثنين من طلابي بتجهيز هذا الميت، وأخرجنا كل من كان في المغسلة، ما دخلنا أخوانه. وللعلم يا أخوان، هذا الشاب ليس كبير في السن، عمره 19 سنة، وأبوه في هذه الحالة لا يعلم بوفاته، فقط الأخوان، وذكر أنهم سوف يذكروا لوالدهم أنه حصل له حادث وغسل ودفن، حتى لا يعلم والده أو والدته بماذا حصل لابنهم. هذا الشكل يا أخوان وهذه الحالة. الأخ هذا الشاب عمره 19 سنة كما ذكرت، أخذ جرعة زائدة من المخدرات، أخذ جرعة زائدة من المخدرات، ثم أخذها فين؟ خلف أحد البنايات المهجورة. أخذها الساعة 9 بالليل، ثم وجدوه الساعة 11 الصبح وهو متحجر ومتصلب كما تشاهدون، طبعا ميت، لكن ما يعلمون بوقت الوفاة، كما ذكر الطب الشرعي انه تمت الوفاة لانه اخذ الجرعة الساعة 9 في الليل، فتمت الوفاة الساعة 1 صباحا، ووجدوه الساعة 11. الاخوان هم رايحين لاعمالهم وجدوه خلف البناية وهو مسند عليها وقد فارق الحياة، وكان وجهه فقط أسود، لم يتغير بقية جسمه، لكن عندما أحضروه بدأ السواد ينزل حتى صدره، ثم قمنا بتجهيزه مسرعا حتى لا يعم السواد بقية جسده. وفقط واحد من أخوانه فقط حضر الغسل، أما الاثنين الباقيين لم يستطيعوا تحمل هذا المنظر وهم يبكون، ووجدت صعوبة في معرفة وفاته، إلا أن ذكرتهم سوف أسألكم عن ذلك أمام الله، وأنا مؤتمن ولن أفضح أخوكم ولن أذكر اسمه أو جنسيته أو مكان أو سبب تحول وجهي بهذه الطريقة حتى لا يعرفه الكثير، وهو ليس من منطقة جدة، من منطقة خارج جدة، حضر إلى منزل أخته في جدة فوجد زوجها غير موجود، فطلبها نقود، فأخذ النقود على أساس طلبها أنه يتغدى، ثم
خذ أساس أنه يتغدى، فراح اشترى بها جرعة زيادة من المخدرات التي وصلت إلى هذه الحالة. الغريب يا أخوان في هذا الشكل، لو شفتوا أن كما تشاهدون الشاب هذا كان ممتلئ صحيا وجسديا، ولو تنظر الوجه لا تعتقد أن هذا عمره 19 سنة، الكل يعتقد أن عمره فوق 60، وهذا ليس صحيح، إنما هذا عمره 19 سنة، لكن انظر إلى المخدرات ماذا فعلت في هذه البقعة الدائرية التي موجودة على صدره، لم نجد لها تعليل، لم نجد تعليل لهذه البقعة، كانت على شكل كأنها حفرة، يعني حفرة أو عملية سابقة أو من هذا القبيل، لم نجد لها تعليل. لكن بدأنا في تجهيزه والإسراع في تجهيزه حتى لا يكمل السواد بقية الجسم، لأنه بعض الموتى السواد يبدأ من الرأس ثم في أثناء تغسيله ينزل حتى يصبح جسده كامل. لا يا أخت، لا، ليس وشم، إنما أنا كنت واقف جنبه ومسكتها بيدي، كانت متحجرة، قطعة متحجرة في وسط صدره، لكن الجرعة المخدرات كانت، انظر إلى وجهه حتجد الدم نازل من أنفه ومن عينه ومن فمه من جنب شفته اليمنى، شفة الصورة الموجودة أمامكم. فهذه الصورة يعني الأخوان جزاهم الله خير أول مرة تنشر حصريا كما يقولوا في القناة الفضائية، أول مرة تنشر في ساعة وساعة. أسأل الله أن يشاهد الجميع وأن يعرفوا أضرار المخدرات، ولا مانع يا أخوان إذا كانوا حبوا الأخوان يأخذوها بالبلوتو أو تعرضوها في الموقع، لا مانع، ومن يريدها مني فليأخذ رقم بريدي ورقم جوالي من الأخوان في الكنترول وسوف أرسلها لكم. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخرة.